هم تجار الدولار الحقيقيين، هم البعث واعوانه واولاد صدام، هم هذول التجار. احنا من اجوا كمشونه ومن اخذونا المحاكم اللي حضرنا بيها، ما كمشوا عندنا دولار، والناس اللي كمشوا عندهم دولار طلقوا سراحهم، واحنا دفعنا الثمن واحنا صرنا الضحيه. يعني من ضحايا الجرحى، من ضحايا النظام السابق اللي قطعوا ايدينا وشمونا اجباننا بقضيه التجار اللي يتعاملون بالدولار. نعم. من حضره المحكمه ورا ما حضرت المحكمه هم طلعت اخ شهيد ثاني بضحايا الارهاب. ولكن انا كلي امل وكلي فخور بان مؤسس الشهداء الداعي بحقوقي والداعي بمظلوميتي، يعني الداعي بالاثنين. نعم. مظلوميتي بان انا من ضحايا صدام ما ماخذ كل حقوقي، ومن ضحايا الارهاب اخويا كشهيد عبد الله النائلي ودكتور ايوب قاسم وكل الفروع اللي موجوده ده تعمل بجهد تبحث عن الضحايا الحقيقيين المظلومين اللي عندهم ضحايا صدام اللي دفعوا مظلوميه، قطع الايادي، قطع اليدان، قطع اللسان، وبنفس الوقت عندنا شهداء. لاحظت الفترة الطويلة اللي صارت هم بحثوا عليهم، مو أنا بحثت عليهم، دكتور أيوب قاسم والإعلامي وعبد الله النائلي، واستقبلوني وإجوني للبيت، شافوا هاي المظلومية. ولكن صح أكو تباطؤ، ولكن أكو هسه يعني عمل ونهضة كاملة في البحث عن حقوق الشهداء. زين، سؤال، أنا بعد الارتكاب اللي صار عليكم أنتوا إنه تجار الدولار. نعم. أنتوا ما كنتوا بهذا الموضوع. إحنا تجار دولار. إحنا ما كنا تجار دولار، وإنما تهمة توجهت إنه هم تجار الدولار الحقيقيين، هم البعث وأعوانه وأولاد صدام، هم هذول التجار. إحنا من إجوا كمشونه ومن أخذونا المحاكم اللي حضرنا بيها، ما كمشوا عندنا دولار، والناس اللي كمشوا عندهم دولار طلقوا سراحهم، واحنا دفعنا الثمن واحنا صرنا الضحيه. ولكن هاي اللجان البرلمانيه اللي موجوده بدت توعي وتعرف بان احنا قطع الايادي وقطع اللسان وقطع الاذان اصبحنا مهمشين، وليس من ضمن السجناء السياسيين. نعم. مهمشين. نعم. ولكن هسه في القانون بعد ما التقى بينا عبد الله النائلي دي يسعى هو وحسن سالم بان يحطون درجات عجز انه، ودي يناضلون من هالجهد، زائد الجهد الحقيقي اللي بدلوه بان احنا عوالي الشهداء كنا مهمشين. نعم. اصبح لنا حقوق كامله. نعم. ودي يعطونا بدل النقد، ودي يعطونا رواتب عن قضيه الشهيد. اما قضيه قطع الايادي لا، دي يبحثون بها ودي دي يدعمونا بامور رائعه جدا. يعني زين، الاجراءات هنا كملت مالتك، متوقف على شيء او لا؟ لا بالعكس، انا اجيت دا اشكر من عندهم، واجيت يعني حتى حبيت اسوي محتوى عن العمل والخدمه اللي موجوده، الناس اللي دا تناضل ودا تجاهد في لجان الشهداء. يعني اتصور فوق عملهم يوم الجمعه ويوم السبت يطلعون عندهم غرفه بالتيك توك، يعني دا يخاطبون كل الناس ويسهلون امرهم، جهد استثنائي من موظفي مؤسس الشهداء في كل الدوائر. أنا أعتبر هذا الجهد، وجد أسوي محتوى على التيك توك، وأشكر من عدم على هذا العمل وعلى فكرة أنا جاي من هولندا. قلت لهم أرد أبلغ وأرد أراوي للعالم بأن مؤسس الشهداء أصبحت الآن بدل ما تروح المحامي تدق باب أي موظف، هو يكون المحامي لك بالقضية. هذا ضروري، يعني هم هناك أذا موظفين هم من مسؤوليتهم يخدمون المواطن. هاي موجودة، وعلى فكرة يعني حتى بعد الدوام الرسمي اطب على صفحة التيك توك راح تلقي موظفين دي يخدمون. هذا الجهد اللي مشكور عليه عبد الله النائلي، كتيبة الدكتور أيوب قاسم أنا أعتبرها، لأن العمال الموظفين أنا أعتبرهم ملائكة منزلين لخدمة الآخر. شكرا لك، تحياتي، أشكرك. أيوة.